broken here وتلاقي في يلو دوتس موجوده على البريفري اوف ذا ليجن وفي بعض الاماكن من هنا. معنى كده ان هذا العيان عباره عن اكتف الوبيشيا ارياتا جوينج تو ان اكتيفيتي او بيسموها ستيبل الوبيشيا ارياتا. طيب هل دلوقتي احنا عارفين تماما الالجوريزم بتاع علاج الوبيشيا ارياتا اللي هو الستاندرد الجوريزم اوف تريتمنت اوف الوبيشيا ارياتا سواء كان سنه الطفل ده 11 سنه فبالتالي لسه هنقسمها اندر ايج 10 واوفر ايج 10. طيب في اختياركم العيان ده ممكن نديله ايه؟ هو العيان دلوقتي ده عباره عن اكتف وجوينج تو ستيبل. طبعا الاكتف عارفين ان احنا نديله انترانيشنال استرويد او توبيكال استرويد تمام. طب لو دلوقتي داخل فيه انستابيلتي حد يفكر ممكن اديله ايه؟ توبيكال مينوكسيدين. طيب هو دلوقتي زي ما احنا هنتكلم وهنشوف بعد شويه ان اللاينز اللي معروفه توبيكال كورتيكوسترويد توبيكال مينوكسيدين في الفيرست لاين. طيب توبيكال مينوكسيدين جرعته قد ايه؟ احنا عارفين دوكيومنتد في الاندروجينيك الوبيشيا بدي 1 مللي الصبح 1 مللي بالليل اللي هي 6 بخاخات الصبح و6 بخاخات بالليل. طيب هو كده دوكيومنتد في علاج الالوبيشيا ارياتا. طب الجرعه بتاعته قد ايه؟ هديله قد ايه؟ هديله مللي برضه ومللي؟ طيب هنتفق على حاجه. اول حاجه وكمان استاذنا الدكتور عاصم كان اتكلم فيها هو ان الالوبيشيا ارياتا اتز ان اوتو اميون ديزيز فروم ذا ستارت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان العيان هنا ظاهر له الالوبيشيا ارياتا تمام لكن وارد ان دي تخف تطلع له في مكان تاني خلاص. فهو الكلام ان هو في ناس بتقول لك ايه اديله نص ملي او اديله ملي نص الصبح ونص بالليل. لا الكلام دلوقتي انك تديله 1 ملي الصبح و1 ملي بالليل بالظبط تيبيكالي زي عيان اندروجينيك الوبيشيا وتعمل بيها ايه الليشن نفسه واول اوف ذا سكالب لان وارد بعد ما تخف دي تطلع في مكان تاني. يبقى اذا المينوكسيدين الناس كانت بتسال الجرعه بتاعته اديها له قد ايه؟ دي اول معلومه. طيب باي واي سريعا كده انا هقول معلومتين صغيرين عن ان طبعا عارفين الكيناكورت او الانتراليجنال كورتيكوسترويد بنستخدمه ازاي. المهم ان هو بعد 6 جلسات من الاستخدام اوقفه. باي واي في واحد يقول لك انا بدي العيان كورتيكوسترويد وممكن يحصل له اتروفي بعد الالوبيشيا ارياتا سواء الانتراليجنال او التوبيكال استرويد. باي واي هذا التوبيكال استرويد مي بي الاتروفي ده بيبقى غالبا ريفرزابل بعد ما بيوقف العلاج وما نقلقش منه في العيان ده اهوت فما تخوفوش وتقول له ات ويل بي ريفرزابل. طيب في طبعا من الحاجات اللي انثرالين معلومه ميديكال امبورتنس فيها انك مهم جدا تبقى عارف وانت بتديها لهذا العيان تبقى جراديوال انكريزنج الدوز وتتاكد ان العيان ده هيجيب ريزلتس او لا ان يبقى العيان ده يحصل له مايلد او ريسيما او درماتايتس موجوده. خدوا بالكم احنا لسه ما جاوبناش على سؤال هذا العيان هديله ايه؟ تمام لسه ما جاوبناش خلاص. طيب بعد كده برضو من الحاجات الكويسه جدا اللي هو الدي بي سي بي دي اي سي بي اللي هو الدايفينايل سايكروبابيون ولكن مهم جدا تبقى برضو عارف ان هو عشان يجيب هو طبعا فوتو سنسيتايزر بيتاثر من اللايت ويجيب ريسبونس لو حصل ماينيوت فيزيتس. طيب في دور في الاكزايمر ليزر دلوقتي بدا يتكلموا ان الاكزايمر ليزر مي بي هيلبفول في علاج الالوبيشيا ارياتا. طيب البروستاجلاندين باي واي حد جرب حالات البروستاجلاندين اللوميجان او الحاجات دي كلها في علاج الالوبيشيا ارياتا في الاي براو؟ طيب العين كان ساتسفايد بالنتيجه ولا نتيجه ساتسفايد؟ طيب هو بيعمل بيرجع نورمال هير ولا يعمل هايبر ترايكوزس؟ يبقى نورمال هير ما بيعملش هايبر ترايكوزس. طيب تمام ولكن هو الدوكيومنتد العين بيقول لك ان في شكوى منه اللي بتشتكي ان شعره بقى يبقى اطول. طيب جاك انهبيتورز جاك انهبيتورز هل دي بروميسنج لاين اوف تريتمنت في العيان اللي فات في الاول خالص ان هو ممكن اوقف الاكتيفيتي اوف ذا ديزيز او اوقف البروجريشن بتاعه؟ طيب الجاك انهبيتورز قصته هي عباره عن جينيس كاينيز انزايم. هذا الانزايم ده هو ببساطه شديده جدا بيشد الانفلاماتوري ماركرز او السيتوكاينز للخليه فبالتالي بيعمل اوتو اميون بروسيس. فالجاك انهبيتورز دي ببساطه شديده جدا بتعمل انهبيشن للجينيس كاينيز فبتوقف الانفلاماتوري ماركر
وطبعا في البروفيسور ليديا كانت حطت سلايدز بتتكلم على انواع الجاك انهيبيتورز وتتكلم كل واحده بتقفل انهي نوع من انواع الانفلاماتوري ماركر. وكان بنتكلم دلوقتي ان هي ده البروميسنج لاين اوف ذا تريتمنت اوف الالوبيشيا ارياتا. طيب تعالى نتكلم بقى الاكتيفيتي ولا اكتف اور نوت اكتف. انا عادت ادور في الليتريتشرز كتيرة ان العيان دلوقتي is active alopecia areata going to inactivity. طب اختار له ايه؟ في بيبر موجودة في جايد لاينز حاطينها في ايطاليان جايد لاينز اتكلموا على فكرة ان العيان ده لو active اديله ايه ولو inactive اديله ايه. ويمكن لو بصينا على اللاينز دي هي تقريبا قريبة زينا في العلاجات وفي الادوية، ولكن لو ناخد بالنا عمرها ما تطرقت للجاك انهيبيتورز خالص. ولكن اتكلمت لو سن العيان under age اللي هو under not adult او child بديله الاسترويد والمينوكسيدين والانسرالين. حلو الكلام. طب ده لو اكتف هديله ايه ولو ان اكتف هديله ايه؟ لو اكتف هديله الانترانيشنال استرويد او سيستميك استرويد اف نيدد. ما جابتش سيره المينوكسيدين تماما لو كانت اكتف ليجن. طب لو كان داخل في الستيبل ستيج او ان اكتف ستيج، في الحاله دي قال لك ممكن اكمل معاه الاسترويد على حسب الفايندنج، هل الاكسكليميشن مارك لسه موجوده ولا قلت ان سوءن. وفي الاله دي ممكن ازود معاه توبيكال اميونوموديوليتورز زي الانثرامين او اديله المونوكسيدين. طيب ده بالنسبه لي لو طفل صغير. لو الراجل كبير بقى في السن قال لك لو هو اكتف ديزيز هديله بار توبيكال استرويد او مونوكسيدين هنا هو. لكن لو هي الاكتف ستيج يعني مفيش اكتيفيتي خلاص ستيبل ستيج، في الحاله دي ممكن اديله معاها التوبيكال اميونوموديوليتورز. يبقى باي واي التوبيكال اميونوموديوليتورز ممكن تكون هي افضل اوبشن لعلاج عيان من اكتف جوينج تو ستيبل ستيج. بس دوت نجلكت ان العيان ده لو هو يلو دوتس موجوده دلوقتي وبتقول ان هو ان اكتف ستيج لازم تتابع العيان بعديها، لان شويه شويه هيخش فاين من اسمه نون دوت ساين ويتحول لسيكاتريشن الوفيشيا. مهما اديته علاج من العلاجات دي ات ويل نوت ريسبونس للتريتمنت. وهنبتدي نخش في اللاينز اللي هو في الالجوريزم الاخير خالص اللي هو موضوع السكالب بروسيسز او الهير ترانسبلانتيشن. طيب في نفس الكلام بس دي يمكن ما اتكلمتش شويه، اختلفت شويه وجابت سيره الجاك انهيبيتورز. بيبر جاب اتكلم على الاكتيفيتي في الادل ودي اتنشر في البرازيل كانت البرازيليان جورنال، وقالت ان لو العيان عنده لوكالايز ساينز اوف اكتيفيتي خلاص هديله استرويد او مونوكسيدين. لو لوكالايز ما فيهوش اكتيفيتي هبتدي ادي توبيكال اميونو ثيرابي. طيب ودي يمكن بعض البيبرز نشر برضه ممكن اجرب بعض اللاينز اوف تريتمنت زي الميستروكسيل بالذات في الديفيوز الوبيشيا ارياتا او الكولشيسين باودر في العلاجات دي. سريعا بقى السيناريو الثاني ممكن استخدمه في الحالات دي زي نشوف حالات كتيره زي المنظر ده اتيز الوبيشيا ارياتا اتيز ديفيوز هير لوس اند سو اون. باي واي في حاجه اسمها الديفيوز هير لوس